ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في ظل تفاقم الوضع الوبائي، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الدخول المدرسي. وقالت مصادر من الوزارة إنه تم تحديد يوم 10 من شتنبر للدخول المدرسي بدل بداية الشهر، ويأتي هذا القرار في ظل استعداد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المهني لإطلاق مخططها الذي يخص عملية تلقيح التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة. وفي هذا السياق، قالت أكاديمية الدار البيضاء إنه تم اعتماد 64 مركزا لعملية التلقيح حسب المديريات الإقليمية وفق معايير خاصة تراعي القرب من المؤسسات التعليمية، وتم تحديد الفترة الزمنية التي ستشملها عملية التلقيح والتي ستنطلق ما بين 23 من غشت والثالث من أكتوبر المقبل. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.